السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. طبعا قبل ما ندخل إلى محور حلقتنا لهذا اليوم، يعني قبل تقريبا سنة وأقل سنة في الشهر 12 عام 2021 توجه هذا البرنامج أرض السواد إلى بحيرات الأسماك في منطقة المدائن، والتقى مع احد العاملين بهذا المجال شاب مواليد 2003 كان كله نشاط وحيوية، والتقينا وياه وتكلم عن العمل، ولكن للأسف قبل اقل من 10 ايام تعرض الى صعقة كهربائية اثناء عمله في القطاع السمكي وانتقل الى رحمة الله تعالى. كل العزاء الى اهله ومحبيه وذويه، ويا رب ان شاء الله خاتمة الاحزان. طبعا ما بدي أرض السواد اي شيء، ولكن هو هذا القدر وهذا امر الله سبحانه وتعالى، فحبينا نذكر المشاهدين بالمرحوم علي حمود. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. يا مواليد علي 2003 ومؤمن ما شاء الله. ايش انت قاعد لك ساعه؟ ايش ماكو؟ الدنيا بارده وانا نايم باللحاف والله. ما اكل، لا اعرف لا شيء. ناوي انت ان شاء الله اكو ايام تتزوج قريبا؟ لا بعد بعد سنتين اتعلم وادرس. يلا على مود اليوم حتى كنا نفتخر بيك، يعني انا حقيقه افتخر بيكم بهذا العمر. انا بعمركم مقضيها صح مدرسة، بس مقضيها لعب، لا اعرف شغله ولا شيء، بس ما شاء الله انتم ابطال وتستحقون هذا الثناء كله. اريد اسالكم ايضا اسئله، فاليوم مثلا صار وياكم موقف طبيتوا للبحيره واحد غرق زلك؟ لا شيء؟ لا موقف فيه تضحك من تتذكر؟ لا ابد مصاير؟ يا رجال عاليين. لا ابد. اها، من يطب مي اكثر؟ تضحك لازم هو قايل لك اياها. لا رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، واستذكار هذا واجب اليوم على برنامج أرض السواد. طبعا اليوم محور حلقتنا لهذا اليوم عن اليوم كثير من الدول يعني دائما برموزها يكون الحيوان يمثلها، يعني مثل لما نقول روسيا يجي الدب الروسي، لما نقول مثلا أحد الدول الأفريقية يجينا في بالنا الأسد الأفريقي، لما نقول أستراليا يجي في بالنا الكنغر. الحقيقة اليوم الحيوان اللي يمثل العراق هو الجاموس، الجاموس العراقي المنتشر على ضفاف الأهوار الموجود في المحافظات الجنوبية خاصة، يمثل إرث حضاري وثقافي حتى موجود على النقوش السومرية قبل آلاف السنوات، ولكن للأسف هذه الأيام دا يعيش أسوأ أيام، تناقص كبير جدا بأعداده بسبب قلة العلف أو قلة مناسيب المياه في الأهوار، وهي هذه بيئتها الطبيعية. طبعا راح نتحدث بهذا الموضوع مع الدكتور ثائر صبري مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة. أهلا وسهلا بك ضيف عزيز. أهلا وسهلا. الله يخليك. لكم ربي يخليك دكتور ثائر. دكتور ثائر حيوان مهم جدا، عايشة علي عوائل، الأرقام اللي قاعد نسمعها أنه آخر 6 أشهر أكثر من 1200 عائلة هاجرت من بعض الأهوار إلى مراكز المدن لأنهم عايشتهم على هذا الحيوان. شنو أسباب هذا التناقص المستمر؟ وين الاهتمام الحكومي بهذا الموضوع؟ شكرا جزيلا. حقيقة الجاموس تحديدا يعيش في المناطق المستنقعات الأهوار أو المناطق المائية، لانه حيوان يحب دائما في يعني في هذه المناطق طبيعه الحيوان. للاسف السنوات الاخيره صار عندنا شح في المورد المائي الاساسي اللي هو من تركيا والمورد الاخر من ايران بسبب سد اليسا وسياسات الدول، ولكن قبل ان ندخل بهذا الموضوع يجب على المفاوض العراقي ان يكون جاد في محاوره هذه الدولتين. يعني تقريبا 80% اتصور الحدودان ما اعرف بالضبط الرقم يجي من تركيا والجزء الاخر من ايران. طيب هذا السوانة قلل لنا من مناسيب المياه في الاهوار. صحيح. وهذه المناسيب بصراحه كلمه قلت مناسيب هذا يعني
يعني قليلة حقيقة، جفاف، وصل إلى مرحلة الجفاف. كل ما تقل المياه مثل ما تعرف، وبالإضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة، تسبب لنا قلة بالمياه. الحقيقة راح يصحب شغلة ملوحة، تصعد الملوحة. نعم. طيب بالإضافة إلى هذا راح تتكاثر بعض مثلا الفطريات والكذا، المياه راكدة تكون، صارت بيئة غير مناسبة لتربية الجاموس. مربي الجاموس اللي بالأهوار تحديدا، وخاصة الأهوار الجنوبية والوسطى أيضا، يعتاشون على هذا، يعني معيشتهم الأساسي هذا وصيد الطيور والأسماك. فالبيئة كان تكون غير آمنة، حيوانات ماتت نتيجة الملوحة بالمياه، وأيضا بصراحة كثرة الأمراض، من تكثر الأمراض من تقلل المياه بالنسبة لهذا، وتصير مسببات مرضية تكثر، تكثر مسببات مرضية وتكثر الحشرات أيضا. لذلك اضطروا معظم، يعني تقريبا بالأربعة آلاف أو أكثر من هذا الرقم من المربين، إلى أن يهاجروا من مناطق الأهوار إلى مناطق أخرى. هذه خسارة اقتصادية كبيرة تعتبر. أولا هذا راح من يهاجر راح يفقد مهنته، راح يفقدها. اثنين هي طبيعة هذه القضية، من أصبحت قلة المياه صار جفاف، خسارة اقتصادية كبيرة للبلد. أما بموت الحيوانات الخسارة أو بقلة المنتج مالها اللي هو الحليب، راح يقل المنتج مالها، فخسارة اقتصادية للبلد كبيرة. ولذلك نرجع للسبب الأساسي، يجب أن يكون المفاوض العراقي بمستوى الوطنية، وأكد على هذا الموضوع. اليوم لما نقول إنه البيئة الحقيقية أو البيئة الصالحة لعيش الجاموس العراقي هو الأهوار العراقية، نعم، إن كانت وسطى أو جنوبية. نعم. الآن ماذا اليوم يفعل يعني العراقيين، شو يسوون بعد إذا أكثر من إنه يدخلوها باليونسكو وطلبوا ودخلت وقبل عدد من السنوات وماكو فائدة لهذا الموضوع؟ إذن الحل شنو المفاوض العراقي، شو يسوي؟ الحقيقة موضوع دخول الأهوار على لائحة اليونسكو يفترض أن نكون بهذا المستوى، أن نحافظ على هذه، وأيضا من دخلت باليونسكو يفترض أنه نبقى، لأنه اللي دعم هذه المنطقة الأهوار هي مناسب المياه. نعم. اللي تدعمها حتى تخليها باستمرار موجودة لازم أكو مياه. فالمفروض احنا، واحنا صاحبين حق، لأنه تعرف قوانين الدول المتشاطئة دوليا هذه، فالمفروض احنا نحاور وحتى نرفع الى الامم المتحده او مجلس الامن انه هذا الموضوع ترى يخص العراق، والعراق راح يعني احنا نعاني من الجفاف. العراق يعتبر الدوله الخامسه راح تتاثر بالتغيير المناخي. نعم. اول شيء الجفاف صراحه. نعم. نعم. اليوم احنا لما ننقل ملف المياه الى مثل الامم المتحده او مجلس الامن او منظمات امميه، اصلا هي تركيا ما معترفه بنهر دجله والفرات انه نهران دوليان، تعتبر انه نهر تركي وجزء منه خارج الاراضي. فكيف اليوم نتفاوض مع هذا الشخصيه؟ يعني اكو اوراق ضغط اكثر أخي اخرى العفو. نعم. اخي العزيز، نهر دجله ينبع من تركيا ويدخل العراق، نهر الفرات تركيا سوريا العراق، صحيح، هذا امر واقع، لا تقدر تنكره تركيا ولا يقدر ينكره اي واحد. مثل ما النيل يدخل بعده دول، هذه يعني مثل هاي طبيعه، هيك هاي قوانين طبيعه اذا صح التعبير. ولكن الدول المتشاطئة قانونا، قانون أممي أو دولي، الدول المتشاطئة لها حقوق، صحيح، زين، جد نسبتنا ما توصل النسبة الحقيقية، بالدليل قبل إنشاء سد أليسو كانت النسبة ممتازة جيدة، ما عندنا مشكلة قبل. فإذا المشكلة وين؟ يم تركيا. إذا على المفاوض العراقي، أكيد الناس في الموارد المائية عندهم هالمعلومه وافضل من عندي عندهم المعلومه، اذا يجب عليهم صراحه ان يكونوا جادين وبالسرعه العاجله ان شاء الله. طبعا احبه المشاهدين، يعني انه مثل ما قلنا انه محور حلقتنا اليوم على الجاموس العراقي، حقيقه ارقام يعني اليوم مقلقه بشكل كبير جدا اللي نشاهدها، حتى بعض الاحصائيات الرسميه اللي صدرت من وزاره الزراعه أو حتى من وزارة الموارد المائية. خلينا نشوف بعض هذه المعلومات وراجع.
رجعنا وياكم أحبة المشاهدين وشفنا هذه المعلومات عن الجاموس العراقي وحقيقة بعض الأمور السيئة اللي أصابت قطعان الجاموس في جنوب العراق. دكتور ثائر، يعني رقم 300,000 تقريبا، يعني رقم ما يناسب العراق كعد أعداد الجاموس. يعني في بعض الإحصائيات تقول إحنا عندنا سنة من السنوات عبرنا المليون، يعني اليوم هذا التناقص تقدر نعتبره طبيعي بسبب الظروف اللي قاعد نعيشها؟ شكرا. حقيقة عدد الجاموس الحالي حوالي 300 إلى 325 تقريبا. نعم. هاي إحصائياتنا من خلال التلقيحات الوقائية اللي نقدمها لمربي الجاموس في الحدود تقريبا. العدد تعرف هذا الجاموس يتعرض إلى نكبات كثيرة مثل حالة حال حتى الأبقار والغنام والماعز، ولكن العدد يعني منذ 2008 كان 250,000. يعني اكو ازدياد؟ اكو ازدياد. اللي هو 300 هسه تقريبا 325 حوالي في الحدود تقريبا. نعم 320 25 العدد حاليا. الحقيقه احنا نحافظ على الثروه الحيوانيه بتقديم التحصينات ضد الامراض الوبائيه على مدى العام، وكذلك تقديم العلاجات للامراض الاخرى. الجانب اللي صراحة صاب الثروة الحيوانية بالفترة الأخيرة خاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية هو قلة صراحة العلف أصبح غالي، لأنه الحبوب صراحة معظمها احنا نستوردها حقيقة. احنا نزرع الحنطة الشعير كذا، ولكن العراق بحاجة، وتعرف بالإضافة إلى الإذرة والصويا اصبحت اسعار صراحه عالميا، صعدت الاسعار عالميا خاصه قلت لك بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه، فاصبح العلف جدا غالي. بعض المربين اضطروا حتى يعني يبيعون او 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 نحر هذه الحيوانات. احنا بطريقه اخرى انه تعرف احنا ما نريد نخسر حيواناتنا، عندنا استيراد لحيوانات ابقار واغنام حيه لاغراض الذبح وايضا للتربيه، وايضا نستورد لحوم حتى نحافظ على الثروه الحيوانيه وممكن زيادتها. ولكن حتى ندعم هذه الثروه الحيوانيه بالتاكيد لازم يتوفر لها اعلاف والعنايه الصحيه. العنايه الصحيه نقدمها احنا العفو، تبقى الاعلاف الدوله ما تقدر كل شيء توفر حقيقه، يعني خلينا نكون واضحين. يعني لا سابقا كانت توفر، اليوم لما يطلع مربي الجاموس، يعني انا مسوي لقاء في الفضيليه، يقول قبل مسويين شلون الحصه التموينيه شهرين، ليش هذا اختفت؟ سابقا موجوده، تعرف انت سياسه الدوله متغيره. سابقا كان ينطوهم وهي ما تكفي حتى سابقا الكميه اللي ينطوهم ما تكفي، ولكن بالسنوات الاخيره فعلا هو كان ينطون طبعا شعير. لحد قبل كم سنه كان ينطوهم شعير دار الثروه الحيوانيه مختصه بهالموضوع، تنطي للمربين شعير زين، وتقدم لهم شغلات اخرى ترى مثل اضافات عليه، يقدمهم املاح يحتاج الحيوان بلوك املاح يقدمهم، وبالاضافه الى العنايه الصحيه العلاجات الاخرى والتحصين. ها كله انتم مختصين دائرتكم بالعنايه الصحيه؟ احنا دائره البيطره مختصه بالصحه الحيوانيه والصحه العامه ايضا، لان الامراض المشتركه جزء علينا، لان نعتبر جدار صحيح. الصد الاول صحيح. للامراض المشتركه والصحه الحيوانيه، فالموضوع الصحي علينا، ولكن التربيه معنيه بها ثروه حيوانيه، التربيه و يعني احد الامور اللي تكلموا بها، يعني مو انه من مصدر، يعني مربين يسمعون ممكن كلمه حقيقه او كذب ما نعرف او اشاعه عفوا، انه يقول بعض الابقار او الجواميس تكون مستورده تكون حامل للمرض. يقولون قبل كانت الحكومة العراقية تسوي لها حجر قبل ما تدخل الحدود أو تدخل البلد. يقول هذا اختفى هذا الشيء، صحيح لو مستمر؟ الكلام غير دقيق حقيقة. نعم. احنا في دائرة البيطرة نمنح الموافقات لاستيراد الحيوانات سواء كان أبقار أو أغنام لأغراض الذبح وأيضا للتربية، إجازات صحية ننطي. هذا نبني يعني شلون ننطي الموافقة؟ الموافقة مو اعتباطا، وإنما العراق عضو بمنظمة الصحة الحيوانية العالمية، والراقب الرصد يعني كرصد وبائي للدول العالمية من خلال الموقع الرسمي. فهذه الدولة اللي نستورد منها قدم المربي أو المستثمر استيراد هذه الحيوانات أو منتجاتها لحوم أو كذا،
ان ان نراقب الموقع الصحي الموقع الرسمي لمنظمة الصحة الحيوانية العالمية، وعلى ضوء نعطي الموافقات وفق الكودات قانون الحيوانات اليابسة لمنظمة الصحة الحيوانية العالمية يعني مو اعتباطا. ولكن بها لكن القشق اللي هي ممكن الحدود العراقية منتهكة حقيقة، نكون واقعين صحيح. ممكن تدخل هذه ما مو 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 من الشغلة هذه يعني مثل ما تدخل أي شيء آخر يدخل. فأما رسميا لا ماكو حكي. الاستيراد بالنسبة للحيوانات أكثر لأنه اسمح لي نعم. إحنا عندنا شهادات موقعة بين البلدان كم بلد. إحنا حقيقة فاتحنا كل دول العالم، بعض البلدان جابت لنا شهادات والشهادات تدقق بين البلدين يوقعها أما رئيسين أو وزيرين أو من يخولونهم مدير عام وكذا. من تصير عندنا شهادة صحية بين البلد سين والبلد سين والبلد العراق مثلا ما عندنا مشكلة، ومع هذا ندقق الموقف الوبائي لأن الموقف الوبائي متغير باستمرار صحيح على ضوء ننطي الموافقة. هذا اللي دي يصير. الحجر بالنسبة للحجر انت ذكرت موضوع الحجر لأنه العراق صراحة يعني صراحة نعاني من الحجر، ما عندنا محاجر بالحدود، فاحنا متفقين ويا الدول يحجرون الحيوان. قبل اكو ماكو؟ لا ما لحد الان ماكو ما موجود نعم. فاحنا صراحة متفقين ويا الدول ان يحجرون هذا الحيوان 28 يوم بالاضافة للشهادة انه هذا خالي من امراض وهذا ملقح كذا كذا، شهادة كاملة انحجره 28 يوم زيادة للاطمئنان يلا يجي. اما الحيوان كذا هذا كلها يعني شلون نتاكد انه هذا الدوله اللي قاعد نستورد من عندها انه حاجره؟ كيف عندنا تاكيدات؟ عندنا اتفاقيات دوليه هاي يعني اتفاق بروتوكول يعني بيننا وبين ديش الدوله. بعدين احنا الدول اللي نستورد منها بالمناسبه حتى لو ما يحجرونها اعطيك يعني شيء للاطمئنان، كل الدول منتجه اغلبهم بني كلهم بعيدات تقريبا 40 يوم 50 يوم الله يوصل يعني هو محجور اصلا بالسفينه. اكثر الدول اللي نستورد منها بالنسبة اللي شنو مثلا؟ الجاموس مثلا الجاموس ممنوع اصلا، الجاموس ممنوع استيراده بس اكو يدخل نعم. بس اسمح لي نعم. الجاموس ممنوع استيراده لان لا ممنوع لانه موضوع البصمة الوراثية بعد ما خلصانه بالعراق فلان جاموس مالنا شوية ببصمة فممنوع جاموس اطلاقا ممنوع زين. اما الدول الاخرى مثلا استيراد الابقار الحية لاغراض التربية اكو يعني وكل الذبح وايضا للاغنام مثلا احنا عندنا نستورد من كولومبيا من البرازيل نستورد بالنسبه لاغراض الذبح جورجيا ايران اخر شيء شاده ارمينيا ما تحضرني عندنا مثلا تربيه فرنسا هولندا عندنا يعني جيد نعم 90 يوم بالاستيراد نعم. طبعا احبت المشاهدين اليوم يعني هواي عندنا فيديوهات حقيقة أرسلت لقناة الأيام الفضائية ولبرنامج أرض السواد من قلب الأهوار حقيقة معاناة كبيرة جدا. هذا الطفل مربي جاموس يلخص المعاناة اللي قاعد يعيشوها اليومية. خلينا نشاهد هذا الفيديو راجع. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. شاهدنا هذا الفيديو المؤلم اليوم يلخص معاناة كبيرة عايشيها أهلنا في مناطق الأهوار. دكتور ثائر يعني اليوم كمختص يعني ولو انه بعيد عن موضوع الموارد المائيه انه هاي هي ازمتهم الحقيقيه دي يعيشوها، شنو الحلول العاجله اللي نقدر نوفرها لهم اليوم كمثلا ندائنا الى حكومه السيد محمد الشياع السوداني شنو الحل؟ مثل ما قلت لك حقيقه الشيء الاساسي اللي هو المنبع الاساسي هو المياه، فالمحاور العراقي ضروري جدا ان يسعى بشكل جدي ويا الدولتين اللي مانع عندنا المي، يعني ايران تقريبا صفر يعني اتصور حولها النار الكرخه، وايضا بالنسبه للتركيا ينطون النسبه اللي يعني المقرره دوليا للعراق. وهذا الموضوع شغله اخرى هي اختصاص الموارد المائيه يجب ان يكون هنالك. ليش هاي المياه تروح قبل للخليج؟ يفترض ان نستغلها نستثمرها. اليوم سالت نعم. اليوم كان عندي لقاء خاص مع وزير الموارد المائيه نعم. قال بالخيال العلمي مال سالفه السد وموضوع انه ما يقول لان الا بين مرتفعين السد اعرف اي يقول شلون يقول ما اعرف ترى ماكو شيء بعد مستحيل بالعالم ايه؟ يعني انت لو تشوف هسه العالم دي يسوي المستحيلات ممكن يعني حرف المياه ما هذا مو شغلت يعني ليش احنا تروح للخليج وممكن هذا الشيء. بالاضافه الى الاساس هو انه ضروري جدا انه
قانونا وهو قانون دولي انه المحاور العراقي يجب ان تركيا وايران لازم هالطريقه وطريقه استغلال المياه. واكو شغله اخرى حتى ولو هي ما قلت لك مو شغلتي، المياه الجوفيه احنا ما بدنا نستغلها اصلا. نعم احنا من تركيا تقريبا 80% مياهنا تقريبا، من ايران ايش قد تقريبا؟ يعني 12% ما 20% ما اعرف. يعني اظل الاكبر يم تركيا 80% اكيد اكثر من 80%. طبعا هو دجله والفرات نهرين. صحيح. من الشمال للجنوب لا تنسى، بالنسبه للنهر الكرخة بس الجنوب من دياله يطلع هيك قبل. صحيح. فقصدي يعني مشكله. نعم. ايضا من المواضيع المهمه، الجاموس بالجنوب يعاني من اوبئه تصير عندهم؟ اوبئه؟ نعم. الهلاكات فقط؟ لا شوف مواضيع. شوف اكو بعض الامراض هي اصبحت مستوطنه بالعراق منذ سنين يعني. يعني مثلا حمى القلاعيه موجوده بالعراق من زمان يعني. من الثلاثينات مثلا حمى القلاعيه، حمى شو اسمه، الحمى النزفيه اللي هي تصيب البشر هاي من 79 الجاي، مثلا بعض الامراض مثلا عفونه الدم النزفي، هذا غير موضوع، عفونه الدم النزفي يصير بالقبقر والجاموس متحسس لها بصراحه، كلش يتحسس له. اكو امراض موجوده بالعراق ماكو حاليا فد وباء يعني منتشر حتى اقول لك، انا ترى ما عندي، انا مدير وبايات فشان اقول لك عندنا وباء هيك كذا، بس احنا عاده لانه هاي الامراض مستوطنه سنويا نجري تحصينات لكل الحيوانات الابقار والجاموس والاغنام والماعز للامراض اللي يسمونها نسميها استراتيجيه، يعني الحمى القلاعيه وعفونه الدم النزفيه والبروسيلا اللي هو حمى مالطا. نعم. والبي بي ار اللي هو طاعون المشترات الصغير هذا بالاغنام والماعز والاخر. فتقريبا احنا سنويا هذه مستمرين بها يعني برامج ثابته، بالاضافه الى مرتين سنويا نرش ونغطس الحيوانات ضد الحشرات القراد وكذا اللي هي عوامل تعتبر ناقله للامراض. نعم. نعم دكتور، يعني مثلا في ذي قار اذا صارت هلاكات بسبب المياه للجاموس يجون يبلغوكم يعطوكم اتصال رساله؟ نعم شوف قد قاعد تصير النسبه قاعد تسمع بها قاعد توصل لك رسميا؟ نعم 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 شوف بالنسبه اني مدير الامراض الوبائيه في دزول اي مرض وبائي خلال 24 ساعه توصلني تقرير طارئ يسمونه سريع. الهلاكات الكبيره اللي حتى لو تسمم او كذا اي شيء هم يدزونها هم يدزونك. اما امراض يعني شغلات نوبات اخرى يعني يعني موت حيوان بسبب نتله كهرباء حادث هذا حادث لا نعم. موضوع العاب مثل المياه العطش، العطش هذه تصير تقارير يدزونا طبعا تقارير اخر التقارير وصلت لكم يعني هاي تقريبا التقرير مالكم غطى الموضوع يعني هو ده يصير جفاف وزياده اللسان الملحي او خلينا نقول زياده الملوحه مو لسان ملحي واعتيادي. وبالمناسبه ترى الملاح اذا تتذكر احد السنوات صار عندنا عمى بالجاموس وموجود هذا من تزداد الملاح عمى وبعدين موت لانه يسوي اسمه تسمم. نعم. الملح يسوي تسمم ويموت بهذا ويموت. بالمناسبه اكو قضيه اخرى اذا صح التعبير ميكانيكيه، الجاموس يغرز يعني مو ينشف المي تغرز رجليه بعد ما يقدر يطلع قطيع يموت من بهالشكل يعني. نعم. هاي كلها اكيد. نعم. يعني ايضا احبه المشاهدين يعني رسائل مربي الجاموس وصلت اليوم الى قبه مجلس النواب تقريبا يوم 10/10 اي قبل تشكيل الحكومه، كان هناك بيان رسمي لعدد من النواب اللي يمثلون المحافظات اللي تكون بيها مناطق الاهوار واللي تكون بيها مربي الثروه الحيوانيه عموما، ووجهوا نداء الى الحكومه العراقيه، وجهوا نداء الى المجتمع الدولي. اعيد هذه الملاحظه انه هذا قبل تشكيل الحكومه، خلينا نشاهد هذا البيان وراجع. رجعنا وياكم احبه المشاهدين، طبعا اكو خلل بموضوعة الفيديو، عموما يعني كان البيان يطالب المجتمع الدولي ويطالب الحكومه العراقيه. يعني المشكله اليوم حتى اي حكومه عراقيه ان كانت الحكومه السابقه او الحكومه الحاليه دائما انه خاصه اتكلم على السابقه دائما توصل انه مرحله انه يابا اكو تفاوضات، الجانب التركي صار لين بهذا الموضوع، ولكن للاسف اليوم نجي على ارض الواقع لا اكو خساره كبيره جدا. ايضا اكو سبب احنا نتحمله اليوم، موضوع تقنيات الري الحديث اللي ما موجوده باغلب محافظاتنا العراقيه والمي يروح هدر.
انه السق السيحي اللي يمكن صار اجدادنا السومريين كانوا يسقون به للاسف، واحنا نشاهد اليوم الدول اللي حوالينا كلها تحولت الى ري حديث والى زراعه حديثه. ارجع معاك دكتور ثائر، عندكم لجان مشتركه، يعني مثلا اليوم مربي الجاموس اتجاههم يكون دائما لوزاره الزراعه. نعم. عندكم دائره الثروه الحيوانيه وقسمكم اللي حقيقه ايضا الى عمل كبير جدا. عندكم مثلا لجان مشتركه مع وزاره الموارد المائيه، لان حقيقه اكو ازمه قاعده تصير، هي ازمه تجاوزات مو فقط ازمه خارجيه. انه اكو منطقه مثلا والله تجاوز عليها ما راح يوصل مي للمنطقه الثانيه. عندكم تواصل مع الموارد المائيه؟ حقيقه وزاره الزراعه عندهم ارتباط ويا وزاره الموارد المائيه، لان تعرف انت حتى تزرع لازم اكو مي. صحيح. اكيد فموجوده بس بالوزاره مو في اداره البيطره، يعني الوزاره عندهم وباستمرار اكو اجتماعات ويعني اكو لجان مشتركه بهذا الجانب ومستمره صراحه. موجوده. موجوده. نعم موجوده. الاتفاق يعني طبيعي. بالتاكيد نعم نعم. ممتاز. نعم. ايضا يعني اريد انه اعرف اليوم ميزه الجاموس العراقي. يعني اكو انه بصمات ويعني حقيقه يعني حتى وثائقيات عالميه تكلمت على هذا الموضوع، شنو الميزه تختلف عن البقيه؟ نعم. انت قبل ما بدا الموضوع او بدات هذه الحلقه ذكرت الرقم الطينيه موجود الجاموس العراقي، يعني هو اصيل موجود هنا. موجود اصيل. الجاموس العراقي الميزه مالته يمزج بين شيئين. الجاموس بالمناسبه نوعيتين، يعني جزء للحم وجزء ينتج لحم يعني شويه، وجزء ينتج حليب. جاموس العراقي يشمل الصفتين، هم لحم وهم حليب. ما شاء الله. زين، نسبه الدسوم مالته ممتازه. يعني هذه المشكله، هاي ثروه 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 وطنيه. بثلاث اضعاف عن الحليب الابقار. نعم، ثروه وطنيه هذه، يعني يعني دول عايشه على هذا الجانب اللي هي المنتجات الجاموس او الابقار. دنمارك، هولندا، نيوزيلندا، هواي الدول. نعم. هذا موضوع يعني الدخل القومي مال هذا. نعم. بس احنا للاسف تاركين هذا. ايه. واحنا ارض السواد مثل ما عنوان برنامج. نعم نعم. طبعا انتقل الان الى الاستاذ حسين علي الكناني، مدير عام مركز انعاش الاهوار. اهلا بك استاذ حسين. اهلا وسهلا بك اخي العزيز والمشاهدين الكرام، حياكم. ربي يخليك، نورت برنامج ارض السواد. الله يحفظكم ان شاء الله، ننور بكم. الله يحفظكم. استاذ حسين، مثل ما معلوماتنا انت حاليا موجود في ذي قار، صح؟ نعم نعم نعم. دي حقيقه قاعد نسمع اخبار احصائيات انه هناك اكو هجره، هناك انقطاع الاتصال او مستمر؟ شباب حاولوا من جديد مع الاستاذ حسين. استاذ حسين طبعا مدير عام مركز انعاش الاهوار، ممكن يعطينا صورة أوضح وصورة أجمل. رأيك اللي دا يصير اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي أنه شباب عراقيين، موضوع هاشتاك أنقذ الأهوار، يعني نشر دائما مستمر اليوم، حلوة الحملات الشعبية. بالتأكيد يعني هذه شعور وطني ولطيف وبالعكس ممتاز جدا، ولكن كثرة الأصوات والنتيجة يعني يفترض أنه صراحة تكون همة همة حقيقية وطنية فعلا لإنعاش الأهوار. الأهوار تنتعش بدعم المربين، أول مرة المياه، توفير المياه ودعم دول المربين بأي طريقة. يفترض حتى دول الأهوار المربي جاموس أنه يدعمون. صح. بكل طريقة. يعني احنا مثلا على سبيل المثال بالقانون عندنا مثلا على سبيل المثال الهلاكات مال الأسماك أو الهلاكات مال من جراء انفلونزا الطيور، قانون يقول تعويض. يفترض حتى ذولا يعني اناشد الدول العراقيه يعني حقيقه. نعم. لانه هذا منتج وطني، يعني هذا يفترض انه هالشكل. بس المشكله تعرف سياسه الدوله بصوره عامه اكو اضطرابات يعني حقيقه، وان شاء الله نامل انه في المستقبل انه الدوله سواء كان من خلال حواراتها ويا هذه الدول، دول المصب الرئيسي دجله والفرات وايضا ايران، يدعمونا بالمي وكذلك دعم الدوله حتى مثل ما يقولون ناخذ هذا المنتج. وممكن بالمناسبه العفو تحكي حضرتك، يعني احنا مثلا بالنسبه للحليب ممكن هذا كل فد حتى يعني اكو مقترحات حقيقه بالحوالي 50,000 جاموسه تقريبا او اكثر من هذا الرقم، 50 ل 100، ما رقم ما يحضرني صراحه، بمثلا تشبايش مثلا اخليه هناك لتجميع الحليب وانتهت،
هم خلوا بس ما افضل ما ينتقلون بالضبط. وهكذا بالنسبه للمناطق الاخرى. انتقل مع حضرتك دكتور الى الاستاذ حسين علي الكناني مره اخرى مدير عام مركز انعاش الاهوار. اهلا بك استاذ حسين. اهلا استاذ العزيز، الله يحفظك ان شاء الله. الله يخليك. مثل معلوماتنا انت موجود في محافظه ذيقار. نعم. استاذ حسين، نسمع بعض الاخبار احصائيات انه هناك هجره، هناك هلاكات متزايده بسبب الجفاف اللي قاعد تعيشه الاهوار. خلينا بهاي الصوره، هل هذه الاخبار صحيحه؟ مبالغ بها الارقام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياتي لك اخي العزيز والمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم. حقيقه احنا خلينا نناقش الموضوع من الاصل. اصل المشكله، نعم، خلينا نعرف اصل المشكله. اصل المشكله هي قله الايرادات المائيه للعراق من مياه نهرين دجله وفرات من دول المنبع للسنه الثالثه على التوالي. صحيح. طبعا هذا الموضوع اثر بشكل كلش كبير. ايضا العراق مر خلال السنتين او الثلاث سنوات الماضيه بتغيرات مناخيه كبيره، تسببت ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحراره. طبعا وهذا الارتفاع الغير مسبوق بدرجات الحراره مثل ما يعرف الناس المختصين هو الى تاثير كبير بعمليات تبخر المياه من المسطحات المائيه. ايضا هناك امر اخر كان انحباس الامطار خلال ايضا السنتين او الثلاث سنوات الماضيه. نعم. على عكس ما شاهدنا بدول الاقليم هناك امطار بل هناك سيول. طبعا هذا الموضوع اثر على الحصه المائيه للعراق مثل ما ذكرت جنابك، واثر على كل القطاعات المعنيه بالمياه ومن ضمنها قطاع الاهوار. تاثرت الاهوار بشكل كلش كبير لان اساسا المصدر مال المياه اللي يغذي الانهار الرئيسيه وبالتالي الاهوار هو تم تقليله من قبل تركيا. طبعا هذا موضوع مهم، موضوع الحصه المائيه للعراق. يجب ان تكون هناك جهود كبيره لمعالجه هذا الموضوع لان له علاقه بالامن المائي للبلد. نعم. نعم. استاذ حسين، نرجع لموضوع انه نسمع ارقام مثلا باخر سته اشهر فقط من الشبايش تقريبا 1200 عائله هاجرت، هاي ارقام صحيحه؟ استاذ العزيز انا حاليا مو في صدد الارقام، الارقام احنا من ناحيه الهجره وزاره الموارد المائيه ومن خلال مركز انعاش الاهوار، يعني من خلال مركزنا بدينا بدايه هذا العام او من نهايه العام الماضي، ومن خلال المؤشرات المتوفره لدينا يعني عن تنبؤات الاحوال الجويه بدانا بمشروع بدينا به بمحافظه ذيقار للمحاوله من تقليل تاثير شح المياه ومن تقليل من اثار التغيرات المناخيه على سكان الاهوار. بدا مركزنا بعمليه توسيع وتعميق مغذيات الاهوار. مثل ما يعرف الجميع يوجد في محافظه ذيقار هور الحمار يتغذى من ايمن نهر الفرات، والاهوار الوسطى اللي تتغذى من ايسر نهر الفرات. بدينا عمل جديد هو تمثل بتوسيع وتعميق وتجميع كميات مياه كبيره في هذه المغذيات بعد ان كانت عباره عن ممرات بزوارق صغيره. الفكره من هذا الموضوع انه استدامه وبقاء وتقليل هجره السكان المحليين اللي هم مربي الجاموس وصيادين الاسماك، يعني من خلال زيارات الميدانيه وحتى هذا اليوم. انا ما اقول لك احنا حلينا مشكله لان اصل المشكله هي شح المياه، لكن احنا بدينا بدايه تعاملنا ويا ظروف الشحه اللي تاثيرها وسببها هي دول المنبع ومشاريعها على نهري دجله والفرات واللي اثرت بشكل كبير. فهاي الاعمال اللي قام بها مركزنا ومن خلال يعني دعم الوزاره وتخصيصاتها ونفذتها تشكيلات الوزاره تمكن عدد لا باس به من سكان الاهوار من مربي جاموس من الاستيطان على وثاق هذه الجداول والانهار، اصبحت انهار طويله وعميقه وتخزين كميه مياه كبيره داخلها. ايضا الصيادين الاسماك نفس الحاله، يعني هم ايضا صار عندهم مجال بالحركه داخل هذه المناطق. نعم. كل التحيه والشكر لك الاستاذ حسين علي الكناني مدير عام مركز انعاش الاهوار. اليوم الفتره اللي بعض اهلنا اللي عايشيها في الاهوار ان كانوا في ميسان او ديقار او حتى في محافظه البصره حقيقه تمثل اليوم يقول لك الكلام اللي يخرج من القلب راسا يدخل الى القلب. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. طبعا احبت المشاهدين يعني شاهدنا هذا المقطع المؤلم. باقل من دقيقه دكتور ثائر، الحلول السريعه اليوم كيف نداوي هذه الجروح، جروح الاهالي الاهوار اللي عايشيها، يعني حقيقه صور مؤلمه اللي قاعد توصلنا، بسرعه كيف نحلها؟
مثل ما حضرتك يعني طرقت وطرق الأخ أبو الأنعاش الأهوار، حقيقة إذا هي شحة المطر سبحان الله، السماء قطعت عنا المطر والحرارة، ارتفاع درجات الحرارة موجودة، وتبقى الشغلة صراحة بس المفاوض العراقي أن يكون جاد وينطونا النسب المناسبة أو القانونية، وماكو غير هم صراحة يعني، ماكو غير هالجانبين يعني، ماكو غير. كل التحية والشكر لك دكتور ثار صبري مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا. الله يخليك. طبعا كل الشكر أيضا للأستاذ حسين علي مدير عام مركز إنعاش الأهوار. طبعا كل هذه الأمور أيضا تكلمنا بموضوعة الأهوار مع معالي وزير الموارد المائية في لقاء خاص بقناة الأيام الفضائية وبرنامج أرض السواد، أول قناة عمل معها حوار كامل، ساعة تلفزيونية كاملة بعد أنه تسلمه منصب وزير الموارد المائية. هذا إن شاء الله راح يعرض يوم الخميس القادم الساعة 4 عصرا، وأيضا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي AYM. طبعا أحمد المشاهدين أنا راح أختم وياكم، وحقيقة يعني أشكر الفنانين، أشكر كل اليوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على دعمهم، واليوم موضوع هاشتاك أنقذ الأهوار، عمل فني جميل جدا من خطاط من محافظات جنوب العراق، وتصوير جميل جدا بالخط الكوفي كتب أنقذوا الأهوار. أترككم مع هذا الفيديو وإلى اللقاء.